اللي خدم عندنا هذا المنتوج هذا كنعطيوه هذا المنتوج تخيلوا معايا فابور فابور الخوت. هذا البرودوي هذا كما كتشوفوا هيليكوبتر كدار في الفواتير وكتطلق البارفان كما كتشوفوا ملي كتكون في الشمس. تبعني تبعني السي سي محمد تبعني برافو. تخيلوا معايا الاخوان هانتوما شوفوا كتحط في الشمس كتبقى تدور. واو. والجديد في هذا الهيليكوبتر هذه كما كتشوفوا هانتوما كنحلوها بحال هكا كيتكب البرودوي هنايا كما كتشوفوا وكنسدوها كي بحال هكا وكتطلق الريحه. فيها واحد الريحه ما شاء الله ممتازه وكاين معاها العماره. ها هي العماره ديالها ها الكارتوش ديالها الاخوان. والله الاخوان الا شي حاجه واعره. مرحبا بكم مره اخرى. كما كتشوفوا هذا هو البرودوي ديالنا وهذا هو المنتج ديالنا. كتجي كتحط السياره ديالك في شي بلاصه اللي فيها الشمس طبيعه الحال كتجي كتلقاها سخونه بزاف. فهاد البرودوي هذا فهو خدام لك اللي واحد الطريقه اللي هي مزيانه وحتى الجوده ديالو فهي رائعه جدا ان شاء الله. عندنا منتوجات اخرين ان شاء الله فيهم واحد الجمال اللي هو خيالي جدا حاولوا تستافدوا منه. عندنا هذا المصباح هذا الناس ديال التريب الناس ديال التخييم اللي كيخرجوا في هذا الصيف هذا فتحتاجوا هذا المصباح هذا طبيعه الحال. فقط تحتاج الى باور بانك باش تشحنوا فقط ولا غتشحنوا غير بشي اداه مثلا كتشحن الهاتف ولا باور بانك ولا العادي من الامور. كتحتاج فقط الكهرباء اللي كيدي معك واحد المده اللي هي مزيانه طبيعه الحال. وغنوريكم حتى الاضاءه ديالو الاضاءه ديالو شي حاجه اللي مزيانه بزاف طبيعه الحال اللي غتضوي لك واحد البلاصه ولا واحد الفضاء بواحد الجوده اللي هي رائعه جدا ان شاء الله. نحاولوا نفتحوا شي برودوي باش نوريكم حتى الاضاءه ديما مع قناه يكن تكنولوجي ديما الجديد ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا هو البرودوي ديالنا كيجمع مجموعه من القطع. فقط ما تحتاجش لهادشي هذا تحتاج فقط الهاتف هو رفيع اللي تيبون يمكن ان توضعو في اي مكان يعني بغيتي. كما كتشوفوا غتشحنوا فقط غير بالشاحن ديال غير بالشاحن ديال الهاتف. هنا عندنا الزر ديال الباور او اللي ديال التشغيل. كما كتشوفوا الاضاءه اللي هي قويه بزاف في طروه ديال لي مود كما شفتوا الاضاءه الاولى طبيعه الحال في واحد الاضاءه اللي هي ممتازه جدا. كذلك لدينا بعض البرودويات الاخرين. عندنا هذا لي سيبور هذا كما كتشوفوا على الشكل هذا الناس ديال السيارات اللي كيلصقوا في الروتريفيزور الفوق في الداخل في السياره. عندنا هذا البرودويات ديال اوريمو شي حاجه اللي هي ممتازه الناس اللي مجربه ايربود ديال اوريمو في حاجه اللي مزيانه بزاف وحتى في الشاحن الاخوان في المده ديال الشحن فهما كيديو واحد المده اللي هي محترمه جدا. كاينين حتى في لي سيبور ديالهم وحتى في الشارجور ديال التليفون فهما حتى هما كاينين كما كتشوفوا اوريمو شي حاجه اللي هي اوريجينال. اوريمو ديما الاخوان كتطبع عليكم شي حاجه اللي هي مزيانه بزاف طبيعه الحال. الناس اللي مجربه راه عارفه المنتجات ديال اوريمو كي دايره لا بالنسبه للالات ديال الحلاقه ولا بالنسبه لاي شيء في اوريمو الاخوان ديما كتطبع لنا شي حاجه اللي هي ممتازه جدا. كذلك عندنا الشواحن السريعه الناس اللي بغات الشاحن السريع فهو متوفر لدينا في المتجر ان شاء الله هاد الايام هذا اللي فيه واحد العروض اللي هي ممتازه جدا. عندنا هاد الشاحن هذا اللون ديالو اصفر تيجيب الكابل ديالو حتى هو نفس اللون 30 واط شي حاجه اللي هي مزيانه طبيعه الحال. عند تجربه الاخوان شي حاجه اللي كتطلع التليفون في البلاصه 30 واط يعني واحد الحاجه اللي مزيانه وحتى البطاريه يعني كتبقى مزيانه ماشي مقارنه مع 64 ولا كذا تكون واحد الحجم اللي هو متوسط طبيعه الحال حتى البطاريه كتشحن بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. كذلك عندنا مجموعه من المنتجات هنايا غنحاولوا نفتحوا مثلا شي منتج. عندنا العروض هذا الاسبوع هذا ان شاء الله درنا لكم واحد العروض اللي هي ممتازه جدا. اللي بغى يتواصل معنا نخلي لكم النمر ديال الواتساب 0689 19 00 12. اللي بغى اي حاجه يتواصل معنا في هذا النمر هذا ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا لكم ان شاء الله. كما كتشوفوا نحاول نشوفوا شي برودوي اخر. لدينا مجموعه من المنتوجات اللي بغى اي حاجه مرحبا بكم ان شاء الله. كما قلت لكم اي واحد بغى شي برودوي شي حاجه حاولوا تواصل معنا. عندنا حتى الليزيات في الايربود الاخوان الام ديس ولا الام 21 هنا كما كتشوفوا عندنا مجموعه من المنتجات ان شاء الله. إلا خديتي معندنا ساعة إلكترونية كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا فأنت كتستافد بطبيعة الحال من واحد الباك اللي هو ممتاز جدا وبواحد الثمن اللي هو خيالي ما تلقاش في شي بلاصة أخرى بحول الله. كما كتشوفوا عندنا هذا السوايع هذا نحاولوا نفتحوا شي ساعات هنايا باش تشوفوا شنو كيجي مع هذا الساعة هذا وهذا الباك اللي هو ممتاز جدا. الساعة ما كتاخذهاش بوحدها بطبيعة الحال فأنت كدير معاها مجموعة من الأكسسوارات ديالها بحول الله كما كتشوفوا. تكونيكتاي مع التليفون. كابل شيبس.
كما كتشوفوا الاخوان هنايا غادي خدا شي ساعه فانت كتستافد مجموعه من الاكسسوارات ديال هاد الساعه هادي، وكاين مجموعه من العروض هاد الاسبوع هذا ان شاء الله بحول الله. حاولوا تستافدوا منها كما قلت لكم، الناس اللي بغات تواصل معنا ولا بغات اي معلومات فما تنساوش ان الرقم ديال الواتساب ديالنا مفتوح لجميع الاشخاص جميع الفئات بحول الله، اللي هو 0689 19 0012. نحاولوا نفتحوا هاد الباك هذا ونطلعوكم للمنتوجات اللي جات مع هاد الباك هذا، وفواد واحد المنتوجات اللي رائعه جدا تحاول تستافد منها ان شاء الله. طبيعه الحال كتبدل مثلا غير الاكسسوار ديال هاد الساعه هذه طبيعه الحال، وهي راه نفس الساعه كما كتشوفوا هنايا، مجموعه من الالوان ديال السماطي ديال هاد الساعه هذه كما كتشوفوا تقريبا 2 4 6 7 او 8 ديال السماطي اللي كيجيو مع 7 ديال السماطي كما كتشوفوا، كيجي مع واحد الايربود بواحد الجوده اللي هي ممتازه، ماشي دوك الايربود الاخوان اللي ناقصين. حنا الباك عندنا كامل مكمول بحول الله كما كتشوفوا هنا، واحد الديزاين اللي هو بشكل اخر او الساعه يعني يدويه بواحد الشكل اللي هو ممتاز جدا كما كتشوفوا هنايا. كتستافد من جوج ديال الساعات الكترونيه، وكذلك كتستافد حتى من لي زيات كما كتشوفوا الشكل ديالها فهو انيق جدا طبيعه الحال. يمكن انك دير اي صمته من هادو كما كتشوفوا السباق ديال السماطي، كل مره يمكن لك دير صمته. انا هاد الايربود هذا كما كتشوفوا هنايا الشكل ديالها فهو ممتاز جدا، وحتى الجوده ديالها طبيعه الحال اللي هو الجوده اللي هي ممتاز جدا. واهم في هذا الشيء هذا هو الثمن اللي هو زوين بزاف طبيعه الحال، خصوصا هاد الاسبوع هذا دايرين واحد العرض اللي هو سبيسيال ان شاء الله. اللي بغى اي حاجه يتواصل معنا في الواتساب اللي خليت لكم في بدايه ديال الفيديو. كما كتشوفوا هنايا عندنا هاد الساعه هادي طبيعه الحال، نحاولوا نشوفوا شي ساعه اخرى طبيعه الحال. كاينين حتى سوايع اخرين الاخوان في مواد الثمن اللي هو طبيعه الحال هابط شويه مقارنه مع هذوك في الجوده ديالهم فهو ممتازه. الا بغيت شي حاجه مزيانه طبيعه الحال كتزيد شويه ديال الفلوس، ولكن ماشي شي حاجه طبيعه الحال. حنا ديما عندنا لكم الجديد كما كتشوفوا هنا، عندنا هاد الساعة هادي طبيعة الحال حتى هي كيما كتشوفوا الديزاين ديالها فهو ممتاز جدا. هاد الساعة هادي الذهبية فهو هاد الشكل اللي هو رائع. هاد السماطي الاخوان كاملين راه كيركبوا مع هاد الساعة هادي، يمكن كل مرة دير صمتة اما بلاستيكية ولا على هاد الشكل هادي ديال المعدن كيما كتشوفوا هنايا. كيما شتو البرودوي ديالنا كاملين هنايا فيهم واحد العروض اللي هي ممتازة جدا وبواحد الجودة اللي هي رائعة. ما كاينش عندنا الاخوان شي حاجة اللي عيانة هنايا طبيعة الحال، كنعطيوكم ديما شي حاجة الجودة اللي هي ممتازة. الناس اللي داش معندنا اي برودوي راه عارف المنتوجات ديالنا طبيعه الحال، واللي بغى اي حاجه يتواصل معنا الرقم ديالي فهو خليتو لكم ديال الواتساب، او لا يتواصل معنا في الكومونتيرات ولا اي حاجه بغى طبيعه الحال، فحنا كنجاوبوا كل شيء طبيعه الحال. واللي بغى اي استفسار مرحبا بكم ان شاء الله. ما بقاش كاين تكنولوجي ولا كنتي اول مره كتشاهد القناه، فاش خلينا معك واحد لايك، تشترك في القناه، تفعل خاصيه الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، والسلام ان شاء الله.